بلاد الإنكا البيرو، عاصمتها ليما وهي العاصمة الوحيدة في أمريكا اللاتينية مطلة على المحيط الهادئ. بلاد العجائب، سمعتوا بموسيقى الكي بوب؟ هي موسيقى كورية مستوحاة من الأمريكان بوب، إلها جمهور كبير من مختلف دول العالم، وفي البيرو إلها جمهور متيم بهذه الموسيقى. الفرقة هذول الوراي قاعد يرقصون، قاعد يرقصون رقصة الكي بوب. كي بوب ها؟ كي بوب قاعد يرقصون رقصة الكي بوب. وبما أن تكلمنا عن الرقص والموسيقى، ما نقدر ما نتكلم في البيرو عن رقصة كابروليس، بوليفية تقليدية تأسست عام 1969، وهي الرقصة الشعبية الأكبر في البيرو. البيرو سعيد، سعيدين كلهم، هنا بالساحة كلهم سعيدين. الساحة هاي كلها محجوزة لفرق الرقص، كل زاوية تكون اثنين قاعد يرقصون أو ثلاثة أو مجموعة كاملة فمحددينها، فهذن الأقماع يحددون المساحات تبعات فرق الرقص، كل فرقة لها مساحتها. هوسة هوسة هوسة، والله خربان الدنيا. مجموعة من الشباب والبنات يؤدون رقصات وحركات متناسقة على أنغام الموسيقى، أداء وصلة الرقصة الواحدة تأخذ منهم من ساعة إلى 3 ساعات من دون كلل أو ملل. قسم بالله هذان البنتين صار لهم ساعة يرقصون هاي الرقصة، ما فهم شنو السالفة هذه والوراء، صار ساعة على هالحالة. تتميز البيرو باختلاف الطبيعة، يعني لا تستغرب إذا شفت جبال مهيبة، محيط، بناء عمراني جميل، شوارع منظمة، وصحراء في نفس البلد. هذا التنوع كله شفته في حديقة واحدة في مدينة ليما. تصوروا بحديقة واحدة يوجد فيها شلال، بحيرات، أكثر من 100 نوع من الحيوانات، سينما، حديقة فراشات، أكواخ خشبية، مساحات خضراء للاسترخاء، طيور، وشغلات كثيرة يعني ما أقدر أقول لكم إياها، ساشوفكم إياها بالفيديو. وتخيلوا الدخول إيش قد حق، الدخولية تقريبا يمكن $5 تدخل هذا المكان الرهيب المتكامل. خليكم معي، شوفوا هذه شقد حلوة، هنا يجون هنا الناس، شوفوا ياخذون صور عندهم، يعني نظامي ما كأنك في حديقة، كأنك موجود في غابة استوائية خلينا نقول. سلام، شوفوا هذا المكان شقد حلو. واو، هناك هذا جزيرة للقرود، ما أعرف إذا يبينون معاكم ولا لا، بس فاد شيء هالمكان. أدري نوت كاسو. شايفين هاي منطقة الألعاب تبعت الأطفال اللي وراي، هاي واحدة من أكثر من شي 3 مناطق شفتها نفس الحجم موجودة في البارك نفسه، فأماكن الألعاب الأطفال هنا جدا جدا كثيرة، فراح تعجبكم وسعرها جدا رخيص. والله واحد يحكي للأمانة مكان مهتمين به جدا ومريح، هيك تريح النفسية، يعني إذا واحد أي واحد هيك متعرض للضغوط يجي على هذا المكان، شوف هالغابات الحلوة، أحلى مكان والله. وبمساحات خضراء واسعة، يعني حتى إذا تريد ترتاح تقعد تقدر تقعد هنا، شوف هاي المساحات كلها موجودة في نفس البارك. هذا القطار المر من وراي تقدر تستأجرون وزاد ياخذكم فرة في الحديقة كلها. هو القطار أحسن تركبه لأنه مشي مستحيل تخلص التعب، كبير حيل. يا غزال، شوف حتى غزلان جايبين. في نص البارك موجود هذن الآثارات، هذن الآثارات هن من آلاف السنين، يسمونهن أهرامات البيرو. شوفوا حتى سينما الألعاب الأطفال موجودة هنا، هاي نظارات الواقع الافتراضي، فشي خبل هذا المكان للأطفال. شوفوا هذول كلها عوائل جايين مع ولادهم صغار جايين يلعبونهم هنا، يعني هذا المكان للعوائل وللعزابية زاد يصلح. هذا الوراي هو حديقة الفراشات، عندهم مئات الأنواع من الفراشات المختلفة من حول العالم، لكن مغلق، شنو السبب مو معروف، يعني مو كاتب شيء. سبحان الله، حتى شلالات موجودة هنا،
شلالات رهيبة والله. لا عليكم اللي يعرف اسم هذا الكائن خليه يكتب لنا بالتعليقات، لأنه ما أعرف شلون شكله. هذا اسمه حمار المي يمكن. شوف هاي البحيرة شقد حلوة، وبالبحيرة في أسماك فريدة من نوعها وسلاحف موجودة في هذه البحيرة. شوفوا هذا المكان شقد حلو، مفعم بالألوان. هذا اللون طباشيري الأرضية. شوفوا شوفوا هذا الزي تبع الهنود الحمر، اسعي يلبسني اياه هنا وياخذ لي صور عند القرد والببغاء هناك. هسه شوفوا اي اوكي شوفوا هاي هسه صرت شيخ قبيله. شوفوا هاي الصوره النهائيه شيخ قبيله صاير هنا شيخ قبيله، ما حد يقدر يقرب عليه. نو اميغو طيحوا عقال شيخ القبيلة. أنا ما قدرت أمشي بيها كلها لأنه خلاص تعبت. الحديقة جدا كبيرة وأجمل مكان للزيارة، يعني مكان شفتوه أنتوا وفتشي والله يمكن بالعين أحلى من الكاميرا. جمال البلد هذا كله ليس مكتمل بسبب غرق الدولة في الديون، وأعلنت الحكومة إفلاس الدولة، يعني البيرو بلاد مفلسة تماما. فخلينا نعرف شنو نقدر نسوي بعشرة دولار في هذا البلد. حبايب القلب معاي تقريبا عشرة دولار، راح نشوف هاي العشرة دولار شنو تقدر تسوينا في أكل الشوارع بالبيرو. فخلينا نبدأ. راح نبلش فطورنا في عد هذه البسطة. يقدمون السندويشات بالجبن المقلي، هي عبارة عن عجينة يعجنونها ويحطون فيها جبن ويحطونها بالزيت. هاي بعد ما تخلص من القلي يقدمون لكم إياها بهاي الطريقة، ويقدمون معها عصير توت. خلينا نجربها. لذيذة ورخيصة وجميلة للفطور الصبح. اعطوني هاي مجانية، شافوني هنا صور اعطوني هاي مجانية. اسمها شامبون، حلوة بس شي تخبل قسم بالله، لذيذة بشكل مو طبيعي. هذا الشامبون هو عبارة عن عصير الذرة وقرفة وحاطين عليه فانيل، طعمته تخبل. اعطوني هاي مجانية، قالوا هذه ايطالية، سندويشة ايطالية. اعطوني هاي زاد مجانية، هذا الشيف هو اعطاني. هي بيتزا، بيتزا بس مقلية. شوفوا والله صراحة ما اخذوا مني غير سعر سندويشة الجبن، قالوا الباقي كله يعني على حسابنا. هذا الشيف اللي هناك هو موجود، هو كل شيء على حسابنا. هاي البسطة تقدم معجنات مثل المشبك، حلوة ويقلونها بالزيت ويقدمونها بهذه الطريقة. وجبة جميلة. عربي؟ عربي يا. يا. الحمد لله. الحمد لله. شكرا. كل يوم تعالي. إليك السلام. إليك السلام. هاي يعني مو مسلمة طبعا. جراسي. اوكي. وي لايك يو. اندي. اوكي. ثانك يو سو ماتش. هاي يسمونها روبليتشي، روبليتشي رز بحليب، يعني نفس الرز بحليب اللي نعرفه، بس انه يضيفون عليه قرفه كثير، ويحطون عليه فواكه مجففه من فوق، ويحطون عليه شويه جوز الهند من فوق، ويقدمونه بهاي الطريقه. كل 100 متر، كل 100 متر هنا في بيرو يبيعون هاي البسطه، مثل هاي البسطه يبيعون رز بحليب، هاي الامور الحلا يعني. هذول عندهم هنا زادينا في البيرو شاورما عربية، بس يقدمونها على طريقتهم، يعني ياخذون الشاورما اللي نعرفها نحن، يحمون الخبز بهذه الطريقة، يقطع الشاورما. والإضافة الجديدة اللي شفتها عندهم بالبيرو ان يحطون عليها بطاطا شيبس، فتجي اخير شيء بهذا الشكل. جراسياس اميغو. جراسياس. شوفوا هذه، هاي هي مصورتي، المصورة مالتنا. خلينا نجربها مع بعض. فشيف الصوص تبعي يخبلوا مع هذا البطاطا الشيبس. المطاعم العربية اضيفوا عليها هاي الشيبس البطاطا، جدا عاطيتها نكهة عالمية. اكثر اكلة مشهورة بالعالم هي شاورما، ونحن نقول لها شاورما عربية، بس هي ترى مو شاورما عربية، هي اصلها تركي. شوكلو شوكلو، هذه اغرب عرانيس اشوفها بحياتي. شوفوا شلون شكلها، يعني الحبه تبعتها مربربه،
ويقدم معاها جبنة طعمتها نفس العرانيس العادية يعني ما في اختلاف كبير. يا اوكي لا اذا قريت تصورون معي. انا العيلة جابوا ولادهم ويريدوا يصورون معي. شفتوا العشرة دولار؟ يعني ما اعرف ايش قد الحسابات راح تطلع لكم على الشاشة بس اتوقع انه كفة وزيادة كأكل شوارع في البيرو. ألقاكم في فيديو جاي. سلام.